الراديو 90-90 هواها مصري. تعالوا ناخد كده أنواع الستات في الخناقات وكده يعني عشان يوم المرأة وكده يعني. بيقولك أول نوع اللي بتطلع عليك القديم والجديد، دي تفضل شايلة 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 وساكتة ودايسة معاك في أي حاجة بتعملها، بس خلي بالك علشان هتيجي عند مرحلة معينة كده مش لطيفة، هتعمل حاجة عبيطة جدا، هتلاقيها طلعت القديم والجديد وهتلاقيها فاكرة حاجات انت فاكره الحاجات دي كلها ازاي، فخلي بالك. وبيقولك هتبدا تقارن بقى وتحسسك بالذنب انك رجعت تاني غلطات زمان، واحتمال كبير يبقى بتقول حاجات ملهاش اي علاقه ببعضها بس بتطلع غلطان. ده نوع. نوع تاني من الستات في الخناقات بتعيط بس من غير ما تتكلم، الحاجة اللي بتضايقها تحصل من هنا وتلاقيها فتحت في العياط فجأة من هنا. طب يا ستي قولي اي حاجة، طب افهم في ايه اللي مزعلك، يهديك يرضيك ايش برضو. هتفضل كده انت محتاس بيها وعمال تجري بيها يمين وشمال يا عيني، ومش هتقول لك اي حاجه. بقول لك في الحاله اللي زي كده هزر معاها وخلاص، ضحكها باي طريقه يعني وخلاص وامرك لله. النوع الثالث بتقول لك على اللي مضايقها بمنتهى الهدوء بس ما تقاطعهاش، دي عاله راسيه وتلاقيها في نفس اليوم اللي اتضايقت فيه جايه تقول لك انا ضايقني 1 2 3، عارف بقى مقعدك على كرسي الاعتراف كده يعني ايه، ومسلطه اللمبه على وشك وبتقول لك اسباب مقنعه جدا وبتتكلم بالمنطق الشديد والمنمق يعني لدرجه انك بتتزنق ومش بتبقى عارف ترد ازاي. بيقول لك في الحالات اللي زي كده ما تعرضش وما تقاطعش، بس انت وشطارتك بقى يعني حاول تقلب الترابيزة عليها علشان يعني لو قدرت. بس يعني بيقولك في الغالب قلب الترابيزة على النوع ده من الستات صعب جدا. قول على وجهة نظرك بمنتهى الصراحة وهي ممكن تتفهم او ما تتفهمش. بيقولك الست الهادية اللي بتقول اللي مضايقها بهدوء اكتر نوع ستات يخوف. نوع بقى جديد، مش جديد، النوع اللي هندخل عليه بقى اول ما بتتعصب تلاقي ده بشطوب بقى يعني ايه يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا، وكلام بقى يحاسب عليه القانون بقى طالع من بقها يما في ايه. لا ما بتسكتش بقى، ولا انت تعرف تسكتها ولا توقفها، ولو العيله موجوده ولو حد اي حد موجود ما بتسكتش، قطر قطر ماشي ما حدش يقدر يوقفه. هتضطر في المقابل انك هتزعق وهتعلي وانت تعلي وانت تعلي وما اعرفش الموضوع يقلب ايه، يا بيقلب بخناقه وضرب مثلا، يا بيقلب بهزار وضحك بقى وكل واحد يطلع الشحنات اللي عنده ونخلص من الاخر. في بقى نوع مجنونة عفاريت الدنيا بتتنطط قدامها وهي متعصبة ومتضايقة، ممكن تعمل تصرفات متخلفة الحقيقة وغير متوقعة على الإطلاق، غير الزعيق الهستيري وأحيانا تجاوزات في حق سعادتك. وممكن مثلا لو الموضوع في واحدة بقى تلاقيها راحت مكلمها مهزقاها وطريحة ومش عارف إيه وقدامك، وممكن تخليك تقولك اطلبها لي اطلبها لي من تليفونك. يا ستي خلاص مفيش حاجة دي زميلتي بقولك اطلبها لي، وتقوم بقى دب 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 تخلي زميلتك في الشغل تستقيل. النوع الاخير من الستات في الغضب دي بقى تزعلها من هنا وتدخل تتفرج على هتعمله فيك بقى على الفيسبوك، شوف مراتك بس هتعمل فيك اكتر مما تتخيل، تلقيح بقى وتغير صورة البروفايل لصورة حزينة وتبتدي تكتب كلام بقى غم فالناس تقولها في ايه، فترد يلا نصيب. ممكن الموضوع يوصل معاها انها تكتب سنجل والله، وسيب الفيسبوك وادخل بقى على واتساب وشوف بقى الستيتس بتاعها، هتلاقي مكون من 20 ل 30 فيديو قصيرين كلهم اغاني مصطفى كامل تامر عاشور على حسب يعني، وكلها صور وفيديوهات من مسلسلات تركي لواحده منهاره من العياط. الستات مش قصدي ازعل حد خالص، ليه؟ لان احنا ندخل على الرجاله. انواع الرجاله في الخناقات، البارد الدنيا تتشال وتتحط وهي تبقى بتتنطط قدامه ولا هو هنا، ما عندوش دم ما عندوش مشاكل ولا بيرد اصلا، مش في دماغه من الاخر، بمعنى اصح مشتري دماغه ومش فارق معاه النكد والخناقات، هي بتتخانق ودمها محروق وهو قاعد يتفرج على التلفزيون ومش سامعها، هو مش متعمد ده، هو فعلا في ستاره كده ربنا بيبقى مدياله يعرف يحطها. ده شخص متفنن في انه يعصب اللي قدامه. النوع التاني من الرجال في الخناقات ابو لسان طويل، معظم الرجاله يعني بينطبق عليهم هذا الموضوع يعني، يعني الحقيقه احنا لما بنتخانق لساننا بيفلت بس يعني بنحاول نلم الدور احيانا. بيقول لك اخينا تعصبوا من هنا وكانك دوست على زرار قله الادب من غير اي مراعاه هو فين ولا بيتكلم مع مين، وتلاقيه عمال يعك يعك وبعد كده بيندم، بيبقى مش متخيل هو ازاي قال الكلام ده قدام الناس.
النوع الثالث من الرجال في الغضب اللي بيقلب الترابيزة وعمره ما بيطلع نفسه غلطان، ملاك نازل من السماء، لا بيغلط ولا بيتصرف، عمره ما فيه تصرف غلط، لازم اللي قدامه هو الغلطان، هو اللي بدأ، فأنا كل حاجاتي ردود أفعال، أنت عملتي فأنا عملت، أنت غلطتي فأنا غلطت، لكن أنا اللي بدأت أبدا. يعني مهما كان الموقف عامل إزاي، هو في الآخر هو كل اللي عنده ده ردود أفعال مش أكتر. في نوع في الخناق محترم، راسي وعقل كده بيتكلم بالمنطق والحجة، ومش بيحب حد يعلي صوته غير لو جاب آخره، عمره ما يقل أدبه، عمره ما يقول فيها كلمة غلطه، محدش بيمسك عليه غلطة. مش مسألة إن هو شاطر وبيتلاعب بكلام، هو ما بيغلطش فعلا، ما بيتجاوزش في الخناق أبدا. بيقولك يعني انت الراجل ده مش نكدي، فخلي بالك منه وحافظي عليه. في نوع من الرجال في الخناقات بيهرب، اول ما الخناقه تبتدي طب انا ماشي انا نازل سلام عليكم، يقوم واخد بعضه ونازل، يسيبك بقى تتنططي تطلعي تنزلي بقى، هو خلاص هو وهيقفل تليفونه. بالمناسبه هتبعتي له على الواتساب كله مقفول، مفيش اي حاجه توصلي له، ما بيتكلمش ما بيواجهش، دايما عنده حجج تخليه ما يتكلمش او يغير الموضوع، وانت ما بتعرفيش تاخدي معاه حق ولا باطل لانه هراب. في بقى النوع الاخير اللي هنتكلم عنه في الرجال في الخناقات، بيبقى في اشخاص تانية في الخناقه بيدخلهم، يعني لازم هو بيتخانقوا نص كلامه، ما اعرفش مين قال لي، ما اعرفش ايه عمل ايه، وانا قلت مش عارف مين، وانا هكلم ابوكي، وانا مش عارف ايه، وانا حكيت لباباكي، وانا حكيت لمامتك، ولازم يقارنها بستات تانية شوفي بيعملوا ايه. الموضوع ده بيبقى مستفز جدا، وهو بياخد باله انه بيضايقها وبيعصبها، فبيحب يفوش اكتر فيه. احتفالا بيوم المراه العالمي، قلنا انواع الستات في الخناقات والقمصه، وانواع الرجاله برضو عشان ما يبقوش زعلان.